يتجاورون على امتداد ساعات اليوم الحضرمي الطويل، يتبادلون نظرات خاطفة، فلا أحد منهم قادر على مساعدة الآخر. هنا في المكلا تتجلى أزمة في أشرس مظهريهما، أزمة أمنية وأخرى إنسانية. ثنائي تنظيم القاعدة والأوبئة يغرق المكلا ومدن حضرموت الهادئة والوديعة في فوضى. فلا مجال أمام المحافظ الجديد أن يتحدث عن خيارات أو حتى أولويات حين يتعلق الأمر بما يحتاجه الناس وما يتمنونه أيضا من عودة حياتهم إلى ما كانت عليه في السابق. مؤخرا أكد المحافظ اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك أنه سيكون قريبا من معاناة أهالي حضرموت وهمومهم وسيعمل على التخفيف منها. وقال المحافظ في صفحتي على وسائل التواصل الاجتماعي: جندت نفسي وأخذت في يدي اليمنى أمانة ومسؤولية أهلي في حضرموت، وفي يدي اليسرى أحمل كفني وأقسمت على أداء المهمة مهما كان الثمن من أجل إنقاذ حضرموت ومستقبل أبنائها المحفوف بالمخاطر ومواجهة كل من يسعون لخرابها ودمارها. هذه التصريحات جاءت بالتزامن مع تحركات عسكرية بحرية يجريها التحالف العربي بالقرب من المكلا في إشارة توحي بقرب انطلاق معركة تحرير المدينة من قبضة القاعدة، لعلها القشة التي تقسم ظهر البعير والعاصفة التي ستبعثر كل الأوراق. فمنذ سيطرة التنظيم على المكلا في يناير من العام الماضي نهبت أسلحة المعسكرات وأموال البنوك والأوقاف والضرائب، وبدأت القاعدة في بيع النفط أيضا. حاول الأهالي بمفردهم مقاومة هذه الفوضى وتظاهروا في الشوارع للمطالبة برحيل التنظيم عن مدينتهم، لكن تجاهل الحكومة الشرعية والتحالف والعالم لمطالبهم لم يحرك شيئا. بقي التنظيم وانطفأ الناس وظلوا يصارعون أزماتهم على الرغم من الوعود الحكومية بتحرير المدينة من القاعدة وإنقاذ الأهالي من الكوارث البيئية التي تفتك بهم. وقال رئيس الحكومة خالد بحاح في وقت سابق إن الحكومة لم ولن تتفاوض مع أي جماعة متطرفة كأنصار الشريعة وغيرها، واصفا سيطرة التنظيم على المكلا بالاحتلال. تقترب معركة حضرموت وتقترب معها نهاية التنظيم المتطرف وأيام سيطرته الأخيرة على المكلا. فما يعزز هذا الاعتقاد يقول مراقبون عسكريون هو تعيين محافظ عسكري لحضرموت خلفا لمحافظ مدني، وخروج قائد المنطقة العسكرية الأولى الذي يتوقع أن يحل محله قائد آخر، والتحذيرات التي تقوم بها قيادة المنطقة العسكرية الثانية خارج موقعها القديم بقيادة اللواء عبد الرحيم عتيق. وهذا الأخير سيكون له الدور الأول في هذه المواجهة لكون مناطق الساحل تقع في دائرة اختصاصه. أمام هذه المعركة ستبقى التحديات كبيرة ومكلفة أيضا بالنظر إلى طبيعة الخصم والمساحة الجغرافية التي يحتلها وقدرة السلطات على ترتيب وضع المنطقة العسكرية الثانية وحاجتها لوقوف الأهالي إلى جانبها.